أول شيء أنا ما عندي ملابس للتسلق الجبال أو شيء، يعني فقط لبست شيء مريح، بس صراحة مرة مريح. هذه أخذتها، هذه أخذتها من ويب سايت إندونيسي من إندونيسيا، وصراحة كتير مريحة للمحجبات يعني اللي بنسوي سبور، لأنها طويلة كتير وأيضا مريحة وسبورتي. فيعني راح أخلي لكم اللينك هون وراح أورجيكم كيف راح تقدرون تشترونها، لأن الصراحة والله حلوة بالنسبة للمحجبات اللي بنسوون رياضة خارج البيت. شفتوا؟